بسم الله. احنا النهاردة هنتكلم على ايه؟ الصواعد الخاصة بأعمال الكهرباء عندي. تمام كده، ده تيار خفيف حلو، وقلبتين 40 في 40 كده يا فندم. صاعد خاصين بتيار خفيف، خاصين مثلا بتيار الخفيف زي الدش مثلا والتليفون. والتليفون بيبقى خراطيم فيها 23 طالعة زي كده. تمام، 5 مواسير 40 مللي كل علبة بتبقى طالعة بالصاعد زي ما حضرتك شايف. ده جهاز زي نظام كوع، بيبقى فيه جهاز بيركب هنا وهو فندم هنا زي بيركب سويتش، بيتجمع حاجة قوطة الدش والتليفون. جميل، بتبقى خاصة بالشقة كلها. حلو، نفس الكلام هنا يا فندم. فوق بيبقى طالع مسلم الدور اللي بعد منه على طول، يعني برضه في 5 مواسير بينزلوا هنا فندم، 5 مواسير بينزلوا هنا تاني. يبقى بنتكلم في ان 5 مواسير طالعين لي هنا وبينزلوا برضه. بس يا فندم اهو طالعين هنا، ونفس الكلام 5 تاني برضه بيطلعوا لفوق. حلو، بس نظام 10 بيطلعوا من العلبتين دول للصاعد الدور اللي بعده. حلو، يعني احنا حاليا جينا دلوقتي عند الصواعد بقى الخاصه بالباور بتاع كهرباء. حلو، في الخراطيم دي بتتجنب يا فندم الاسانسير الخاصة، الخاصة بالاسانسير، وبتطلع جميل تركب في العلبة 30. جميل، حلو. دي يا فندم صاعد كهرباء، ده اللي بيطلع يدي برضو لوح العدادات الاربع، الاربع عدادات المسؤولين بالاربع شقق في الدور، في كل دور. نفس الكلام، بعد العدادات بقى احنا كنا بنتكلم فيه اللوحة. تمام، كمل يا فندم، اتفضل. او كمل فيديو. تمام، بص يا فندم، هو هنا الفكرة ان هو بيركب لوحتين 40 في 40 ليه؟ عشان توزيع الاحمال. حلو، ممكن يا فندم ايه يعملها كلها لوحة واحدة، بس الفكرة عشان هو بعد كده لو حب في الشقة يدخل ثلاثة فاز، يبقى عندنا حاجة اسمها توزيع احمال، لان هنا في 5 كابلات هيطلعوا، وهنا يا فندم نفس الكلام 5 كابلات هيطلعوا. الخمس كابلات عبارة عن 3 كهرباء، واحد ارضي، واحد غاز. ده فندم خاص عشان لو هو فكر يدخل 3 فاز للشقة. تمام، احتياطي زي بيس كده، عندي حاجه كده موجوده في الاحتياطي. انا عندي امكانيات ان انا اصدر كابلات تاني، وان انا هيبقى في مكان عندي ان انا لو حبيت ادخلها 3 فاز. 3 فاز طبعا الاحمال العاليه. اللي هي الاحمال العاليه. زي التكييفات. اللي هي 380. تمام. لكن هو كده مدخلها فازه واحده، فانا كاحتياطي انا عامل شغل. مجهز له مثلا، جه في المستقبل حب يزود مثلا. مثلا هيعلي مثلا يزود تكييفات في الشقه. مثلا جايب ديب فريزر السحب بتاعه عالي، الكلام ده. حلو، مجهز له احتياطاته كلها للمستقبل. ده تفكير كويس سليم كده. تمام يا فندم. تمام، نطلع بقى نبص عليهم فوق. اوكي ماشي، يبقى احنا هنا بنكمل اللي كنا بنشرحه تحت. الدور اللي تحت منه احنا طلعنا للدور اللي بعده. حلو، هو بالتالي مكمل الثلاث لوح او الثلاث مواسير اللي هم طالعين دول علبه خدمات، وده يا فندم نفس الكلام العلبه اللي تحت بتستخدم الثلاث مواسير 40 مللي للوحه دي. تمام، دول واحد اصلا كلام زي الفل، مظبوط كده. هنا يا فندم نفس الكلام، خدت انا الخمس مواسير من نفس العلبه تحت اللي هي ال 40 في 40، سلمت الدور اللي بعدها، بحيث ان انا يا فندم انتهي بالاربع عدادات. الاربع عدادات بتوع المسير عن الاربع شهور في الدور. كل اللي انا بعمله يا فندم ان انا هنا بزود، باخد كباري من كل علبه، كوبرين مثلا للعداد دوت، وكوبرين برضه للعداد. لكل عداد بقى نفس الكلام. برجع من نفس الكلام، اخد برضه كوبرين للعداد ده وكوبرين للعداد ده. ما ينفعش اخد يا فندم من علبه واحده عشان ما يبقاش حمل على الكابل. ايوه ايوه، لذلك يا فندم هو مديني توزيع احمال، مديني 5 هنا ومديني 5 5 هنا، مقسم الاحمال بتاعته. هو مقسم يا فندم الاحمال، وده مساعدني في ان انا احط زي ما اتكلمنا تحت 3 فاز زياده، يساعدني في المستقبل في اي مشكله ظهرت عندي اي حاجه. تمام، ما ارجعش تبقى عامل لي مثلا مشكله، يبقى انا عندي سماحيه ان انا اضيف يعني شغل في المستقبل عندي هنا وهنا. يا فندم ان انا لو حبيت ادخل 3 فاز للشقه هزود كابلات في الخراطيم يا فندم ال 23 اللي هي هتطلع على العدادات ديت في الخراطيم ال 23، هزود مثلا ايه كابلات 16 على حسب يا فندم هو مدخل الشقه. في ناس ممكن تدخل كابلات 16، في ناس مثلا ممكن تدخل كابلات 10. حلو، بس انا يا فندم الشركه هنا يعني حاجه كويسه مدياني كابلات 16، ويعني الحمد لله خامه كويسه. بس يا فندم فهو حب يزود بعد كده، الامكانيه موجوده معايا، امكانيه في المستقبل. انت يا فندم عندك امكانيه هنا ان انت تزود 3 فاز اللي هي 380 فولت. جميل زي الفل. هنا يا فندم بعد كده انا اخر حاجه الدور السطوح فوق، الروف فوق السطح عندي. لو بتتكلم في اللي انت لو حبيت تكمل، نقدر نطلع في الروف بالظبط، نقدر نطلع هنا في السقف بالباور برضو. ان انا بالباور ممكن اطلع مواسير لفوق بحيث ان انا اسقط كابلات منها، يا اما ممكن عادي يا فندم انا بجيب لوح لفه الكابل اللي هي مثلا 95 او اللي هي 90، بحيث ان انا ابتدي من هنا يا فندم وصلت الكابلات عامه يبدا من فوق، بجيب من اول دور من العماره من فوق وافضل امشي الكابل يا كابل يا فندم، امشيه لحد ما ينزل تحت في البدروم. في البدروم مكان ما يركب على التريهات اللي هتركب في البدروم، وتروح نازله على البلاط. هنا يا فندم كل
كل عماره هتعمل لها زي نظام بيلر محاول كده صغير بيلر خاص بيه للعماره كلها فجاه بحيث ان هو ما ينفعش يشترك مع حاجه ثانيه. تمام. نفس الكلام هنا يا فندم، انا عندي هنا يا فندم في علبه ماجيك ديتكت بتلاقي علبه ثانيه وراها عشان مكان في السجن اللي هي خاصه بيها كده. في مخارج هنا يا فندم بس لسه هتبقى تتجهيزات زي كده مثلا. هنا فندم دي طيارة خفيفة، هنا بقى جزء الطيارة الخفيفة اللي اتكلمنا عنه في بداية الفيديو عشان يبقى الموضوع واضح زي الفل. العلبة ماشي بتلون العلبة التانية ديت بحيث انها تشغل مكنة السلم اللي هي موجودة فيه. تمام. زي ما اتكلمنا يا فندم تحت ان انا ممكن ببتدي اخد مواسير، كل الحكاية يا فندم ان هي مواسير بتسلم بعضها وعلب يا فندم بتسلم بعضها يعني دور فوق دور. انا اطلع بخمس مواسير تاني يا فندم هنا عشان منه اطلع الاطباق بتاع الدشات اللي هي بتبقى فوق. ايوه اللي هي الدش المركزي الاستقبال سواء بقى كان دش مركزي او دش عادي على حسب. بالظبط كده يا فندم، هضطر ان انا هنا برضه نفس الكلام اطلع 10 مواسير او يا فندم على الاقل مثلا اربعه او ثلاثه في كل علبه بحيث ان انا اجمع السلوك كلها يا فندم تطلع تتوزع على الاطباق فوق. وطبعا زي ما حضرتك عارف ان اي طبق مثلا بيبقى فيه موزع. الموزع ده يا فندم ممكن يبقى مشترك معاه مثلا 8 خطوط 9 خطوط 10 خطوط على حسب. على حسب. ده يا فندم شغل الطيارة الخفيف. فبيكمل. برجع اسحب خمسة هنا يا فندم وبرجع اسحب خمسة هنا تاني. زي ما احنا بادئين كده أول واحد يا فندم في كل دور، كل الحكاية مثلا إن هي علب بتسلم علب علب بتسلم علب يا فندم لحد ما نوصل أو البدروم من تحت أو آخر دور عندي أو الروف. زي على حسب ما أنا شغال. فبنتهي يعني. كلام جميل. ده يا فندم يعتبر شغل السواد في العمارة هنا مثلا كمثال. عمارة سي واحد. تمام. هو عامة بيسد. اتفضل يا فندم. يبقى احنا كده اتكلمنا النهارده بشكل مبسط وتفصيلي اعمال السواد الخاصة بعمارة عندي اربع شقق، العمارة دور في اربع شقق، العمارة 11 دور. مظبوط يا فندم. اتكلمنا عن اعمال السواد، هنا اعمال السواد الخاصة بالطيارة الخفيف زي ما وضحنا، الطيارة الخفيف الخاص بعمال الدش وعمال التي في اللي هو الدش عموما والتليفونات. تمام. عندي السواد ممكن اقدر ازود واطلع السقف هنا واطلع بالظبط يا فندم بحيث ان انا تطلع للاطباق اللي هي الرئيسيه مثلا بالخطوط. جميل. بالظبط يا فندم. تغذي معايا. تمام. ممكن كمان تغذي معايا الروف لو انا عامل اي شغل في الروف، عامل مثلا اعداد كيدز اريا لاند سكيب، اي شيء في الروف تفيدني في المستقبل. طبعا يا فندم. تمام. وهنا اتكلمنا عن اعمال السواد الخاصه بالتيار العالي او التيار الجهد العالي. تمام. اتكلمنا عن اللوحه بقسمها يعني عندي اربع عدادات خاصين باربع شهور، باخد من كل لوحه، كل لوحه بتغذي معايا عدادين اثنين كوبري. بالظبط يا فندم. كل عداد. بالظبط يا فندم. عشان ما يحصلش عندي فتح فعامل ايه؟ زي ما اتكلمنا عامل لوحه واثنين والثانيه، لوحتين بيغذوا الاربع عدادات، احسن من كل لوحه واحده او لوحه اكبر بتغذي الاربع عدادات. بالظبط. تمام. وعامل حسابي في الاحتياط هيبقى في معايا ثلاثه فاز اضافي لو في اي اعمال في المستقبل، زي عندي مثلا الساكن حب يزود تكييف، حب يزود ديب فريزر، حب يزود اي جهاز بيسحب او بيحتاج ضغط عالي معايا حد 380 فولت. بالظبط. تمام كده زي ما وضحنا. ونقدر برضه هنا نزود باور او كهرباء للروف ونطلع بسواد لفوق برضه. بالظبط يا فندم. زي ما اتكلمنا في السواد نازله معايا من انت يا فندم برضه حبيت لو حبيت تزود عشان لو هو مثلا حب يعمل لايتنج او باور في السطح مثلا ايا كان يا فندم. بالظبط كده يا فندم. جميل. وبرضه عندي في البدروم ايه؟ نازل مثلا على فندم. بالظبط كده يا فندم. بالعماره. بتحكم فيها من خلالها بكل ايه؟ العماره عندي. تمام كده؟ خلاص تمام. شكرا ليكم.